المسألة دي، دي مسألة 19 ايه من الكتاب، والهدف منها يعتبر احنا خلصنا تقريبا المسائل الاند ديترمن على الفريم. يعني احنا عملنا مرتين مسائل الاند ديترمن على او السكشن اللي فات الاولاني كان على بيم ومسألة شبه الفريم، والسكشن الثاني في الكونسيستنت انفورميشن اللي هو كان قبل الميد ترم على طول اخذنا الفريم في الاند ديترمن. ده يعتبر فريم في الاند ديترمن بس مش التارجت بتاعه ان احنا نقول الاند ديترمن في الفريم. هو الاند ديترمن فريم بس التكمله عشان نجيب مثلا ديفورميشن الاند ديترمن. فهو عايز هنا الديفورميشن بتاعت سي، يعني عايز ايه؟ عايز في سي. يبقى المطلوب الرئيسي في المساله دي انك تجيب في سي الديفليكشن عن سي. طبعا عشان تجيب الديفليكشن عن سي اصلا انت لازم يكون عندك المومنت، صح كده؟ وعشان تجيب المومنت للمساله دي هي الاند ديترمن، فلازم الاول تحل لها كونسيستنت انفورميشن وبعد كده تشوف هتجيب بي سي ازاي من الايه؟ من الام فاير. يعني الام فاير اللي انت هتجيبه بعد ما تجيب الام فاير تعمل بقى السيستم بتاع البي سي عشان تجيب ايه؟ عشان تجيب البي سي. حط واحد طن عند السي عند النقطه دي. تخيل بقى تقريبا انك من النقطه سي دي كده تنزل لتحت، تمام؟ هتحط واحد طن راس لتحت وتجيب بي سي. في 2 طن في 2 طن فعلا. 2 طن بس. شكرا يا فندم، انا عملت في حاجه ناقصه. طيب حل المساله دي ازاي بقى؟ فين؟ بص بقى، انت لو كنت اصلا تبص للرياكشنات هتلاقي نفسك بتعرف تحسبها. يعني هي اكسترنالي المساله دي جولد. ليه؟ لانها هينج ورولر، صح؟ حاسس انك مستغرب ازاي دي اند ترمن هم هينج ورولر؟ عشان اللينك ده. لما تيجي بقى يعني مفيش مشكله في الرياكشنات، هتاخد سيجنال مومنت هنا هتطلع الرياكشن ده في 6، هتاخد سيجمال مومنت هنا هتطلع الرياكشن ده في 8. عايز تتاكد ان هم صح هات سيجما واي، هتلاقي سيجما واي عندك 1 في 12 ب 12 و 2 في 6 ب 12 12 ب 12 24 و 16 ب 8 24. وطبعا واضح جدا ان الاثنين دي هتيجي فين؟ هتيجي هنا. فدي المساله دي بيحاول يوصل لك حاجه، ان مش فكره الاستاتيكال اند ترم ان انا اجيب رياكشنات بس، هي الرياكشنات موجوده هنا. الفكره بقى كلها في اللينك ممبر ده. طب ايه مشكله اللينك ممبر ده وانا بشتغل؟ لازم اقطع فيه. بالظبط، انا مثلا عايز احسب سيجما المومنت عند النقطه دي، صح كده؟ لازم تقطع في اللينك ممبر وانت بتحسب المومنت عند النقطه دي. طب الرياكشن في الفورس في اللينك ممبر بكام؟ مش هتعرف تجيبها. مش هتعرف تجيبها. ليه؟ لان المعادلات بتاع الاتزان خلصت. مفيش حاجه تقدر تستخدمها تاني. انت استخدمت معادله اكس ومعادله واي ومعادله المومنت خلاص. ما ينفعش تستخدم اي معادله تاني في الموضوع. طب خليك في المومنت واجيب القوه. طيب ايه بتقول ايه؟ ممكن اخليه هو الاكس واجيب القوه اللي جواه يبقى بدل المجهول مثلا اخليه هو بالظبط. ما انا هعمل كده دلوقتي، انا هحلها دي المفروض انها وان ستاتيك اللي هو يعني مفيش طريقه تجيبها غير السيستم انفورميشن. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنقول ان ده السيستم ايه؟ الام نود، ونقول هحول ده للديترمن ستراكشر ان انا هقطع اللينك ممبر ده، فاكيد اللينك ممبر ده مش موجود. يبقى اكيد دلوقتي الفورس في اللينك ممبر كان في فورس اسمها ار وانا خليتها بكام؟ خليتها بزيرو. فبقى ده ديترمن ستراكشر. هعمل ايه؟ هقسم بقى البيندنج مومنت عليه. هقول لينك ممبر عشان تبقى واضحه وانا هقطعها هنا وكذلك. طيب يبقى انا عندي الار ايكوال زيرو، يبقى انا عندي بقى 16 في 6 ناقص 4 في 2، الكلام ده هيطلع ب 78. يبقى انا عندي اول حاجه عندي هنا 78، وبعد كده هحسب سيجما المومنت هنا هتطلع 120. عندي الحته دي كده 120، الاثنين دي في السته تديني هنا كام؟ 12. هنا 12. بعد كده عندي 2 في 4 في 2 بيطلع كام هنا؟ نحاول بقى نقسمها ونفس البارابولا بتاعتها. طبعا احنا هنا انا عارف ان انتوا عارفين ان في بارابولا بس ما قلتوش ان هنا في بارابولا هنا 4.5 و4.5، يبقى دي 4.5 ودي 4.5. هنا 2 قلنا 2 في 4 ب 8، 8 في 3 2 في 4 هنقولها في ال 4 2 في 6 ب 12، 12 في 3 يبقى 36،
36 ما ننساش ان هنا في ايه؟ في بارابولا هنا دبليو اس ترجع 8 هتطلع ب 9 في الاخر بقى احسب المومنت في الاخر هيطلع ب 108 108 بتعكس هنا اقدر اشيك على نفسي عندي الجوينت دي ان الاتزان عندها بايه؟ صفر هلاقي ان المومنت ده بيلف كده 108 وده بيلف كده لا انا على الرجل دي 120 الرجل دي 120 صح؟ 120 هنا وال 12 دي اللي هي ايه؟ هنا فلاقي لو بصيت هلاقي ده اللي هو 12 زائد ده اللي هو 108 بيتزن معاهم الايه؟ 120 ال 120 ده تشيك ده تشيك ممكن تستخدمه يعني انا انا بحسب ما استخدمتش ان مجموع الثلاث دول لازم يبقى بصفر انا كل واحد عرفت احسبه لوحده بعد كده اتاكدت في الاخر ان 108 زائد 12 بتطلع كام؟ 120 خدوا بالكم قوي انتوا بتقسموا المومنت عشان انا لاحظت ان احنا تقريبا بنسبه كبيره احنا ما بنعملش حاجه السنه دي لان الناس جايه ما بيعرفوش يقسموا المومنت للاسف ده كان ملحوظ جدا في الكوزز ان الناس مش عارفه ترسم المومنت فكارثه طبعا وفي ثالثه هتحتاج المومنت اكتر كمان يعني موضوع المومنت بتاع سنه يعني حاجه سنه اللي انت خدته في سنه اولى ده مهم قوي طيب نيجي بقى نعمل ايه بعد كده؟ هنعمل ايه؟ M1 هنيجي بقى لو عاملين M1 هنا M1 هتلاقي رسمته سهله قوي انا عندي هنا واحد طم عندي هنا واحد طم. انا كده فرضت ايه؟ فرضت ان اللود ايه كده كومبريشن ولا تنشن؟ كده تنشن صح كده؟ طب ليه؟ انا عارف ان هو كومبريشن صح؟ انا ممكن افرضه من الاول ايه افرضه كومبريشن صح ايه ما ممكن يبقى تنشن لا مستحيل ازاي لو تحت دي بتشد بتشد اكتر عشان اللون اللي فوق ده بيضغط عليه ايا كان اللي تحت معقوله اللي فوق طايره في الهواء واللي تحت مسنوده على رجلين تطلع تنشن يعني انت متخيل مثلا انك لو لو مثلا ايوه خلاص رحت حاطين ايدك هنا في الحته دي كده دخلنا ايه في الحته دي ورحنا مره واحده رحنا سايبين البتاع ده ايديك هتتضغط ولا هتتشد؟ تتضغط اكيد اكيد 100% فانا فرضتها ضغط عشان يطلع رقم ايه؟ موجب الرقم هيطلع موجب بيريح لان بعد كده بتضرب تضرب وتجمع بدل ما تضرب وتعكس وتجمع لا تضرب وتجمع على طول فانا افرض احسن من الضغط واشوف واخد الرقم اللي يطلع موجب اجمع بيه عشان اجيب الام 5 يبقى ده اسمه ايه؟ الام 1 بص بقى الرياكشنات الرقصيه لو جيت تجيبهم هيطلعوا بصفار لان لو جيت خد سيجما المومنت الواحد بيطير واحد ماشي والرياكشن لوك بصفر لان مفيش ارك هنا فبالتالي هتلاقي نفسك بتقول ان واحد بسته بسته هتعكسها هنا السته دي واحد بسته بسته يبقى السته دي اتزنت مع السته دي والسته دي اتزنت مع السته دي ببساطه مفيش اي مومنت تاني في اي حته لان ببساطه مفيش رياكشنات اصلا فالمومنت مش هيجي غير من واحد مفيش اي رياكشنات خالص. طيب كامل بقى خد بالك وانت بالكامل ان في حته اي اي وفي حته 2 4 اي اي 4 اي 4 اي انت عندك الاي اي بكام؟ 20000 20000 يبقى انت هتكامل على 40000 يبقى هتكامل على كام؟ على 80000 يعني الحته اللي 4 كمان على 80 والحته اللي 2 كمان على 20 فاهم قصدي؟ يعني الاي اي هنا عندك ب 20000 طيب انت ممكن اصلا تشتغل بثلاث اي اي بس مش هينفع لان هنا عندي ليك ممبر لازم تشتغل بالارقام يبقى تعالى بقى نعملها واحده واحده كده مع بعض يبقى دلتا 1 او واحد على تعالى ناخد الاول اللي هي 2 اي هي مفيش غير المنطقه بس اللي فيها 4 اي اللي هي بتاعت المثلث ده مع الترابيزيوم ده او المثلث ده مع البارابولا دي فهي هناخد الاول الحته الاكبر اللي هي فيها 2 اي يعني نقسم اول حاجه على كام؟ على 40000 طيب كامل بقى معايا عندي المثلث ده مع الترابيزويد ده يبقى كام بالظبط؟ نيجاتيف 6 على 6 اللي هي نيجاتيف 1 يعني بعد كده عندي 6 في 108 في 2 زائد 6 36 صح؟ كده خلاص مفيش حاجه تاني يعني مفيش فراغ في الزون ده تعالى ناخد الزون الرأسي لان ده سهل قوي
خلي بالك كان ممكن ناخد الماينس بره لان كل لا لان هنا ده عكس ده لا اوكي ممكن ناخد الماينس بره ولا صح ولا مش كلهم عكس بعض صح ها ما هو ده عكس ده والبرابلم وده عكس ده وده عكس ده فلو انت اتاكدت ان كلهم عكس بعض خد الاشاره بره عكس بدل ما كنا نقعد نكتب كل شويه سالب جوه طيب ايه تاني عندي عندي مساحه الشكل الرأسي ده اللي هو 108 كام في 6 في الارتفاع كام 6 يبقى ده كده مساحه شكل في قيمه بتاعت سنترويد للشكل التاني اخر حاجه بقى نعملها اللي هو ايه المثلث ده مع ترابيزويد ده هقفل هنا خلاص صح ناقص 1 على 80000 الواحد على 80000 دي بقى هنعملها اللي هي مثلث مع ترابيزويدال يبقى 6 120 2 زائد 6 78 78 زائد 2 على 3 في 4.5 في 6 في 3 صح؟ صح 3 هنا اهي 4.5 في 6 في 2 على 3 يبقى كده انا ايه خلصت الجزء ده هل في حاجه ثانيه انا ما خدتهاش؟ كده تمام يبقى دلتا 1 او نساوي نيجاتيف 0.1595 متر لكل ايه؟ لا بالظبط كده مش دي اللي فيها الكل طن، الثانية هي اللي فيها الكل طن لأن دي ما جاتش نتيجة ايه؟ نتيجة طن. طيب نيجي بعد كده نجيب دلتا 1 دلتا 1 برضه نفس الحكاية في حتة على 4 وفي حتة على بس اسهل شويه طبعا دي موجبه طبعا يبقى 1 على 40000 اللي 1 على 40000 هيتضرب في كام؟ عندي يعني انا ممكن اقول 6 على 6 6 سكوير في 2 6 في 6 في 2 زائد 6 في 6 في 6 صح؟ دي كده لحد كده اللي هي كام؟ اللي هي 2 ار بعد كده زائد 1 على 80000 اللي هي المنطقه الثانيه كيف بقى دي؟ 6 على 6 6 في 6 في 2 6 في 2 بالظبط الجزء بتاع اللينك ممبر اللي هو كام بقى؟ عندي الجزء بتاع اللينك ممبر 1 على 200 1 في 1 في كام؟ في 6 على اي 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 عندي كام؟ ب 200000 دلتا 1 1 هتطلع 8.13 في 10 اس ناقص 3 متر كل طن كده لكل ايه؟ لكل طن بالتالي الديفورميشن الفرع ده هو مش لطن هو للرياكشن ار اللي هنا فهدور بقى على ار اللي يخليني المعادله الكونسيستنت اللي هي دلتا 1 اوفر نصيحه لازم تكتب المعادله دي لان احنا ابتداء من الاسبوع الجاي ممكن ده ما يبقاش بصفر من الاسبوع اللي بعد اللي جاي لان انا لو عندي فورس ديفورميشن الفاينل ما يبقاش بصفر ممكن الفاينل يكون ان حصل فورس ديفورميشن يعني حصل 2 سم او سم او حاجه فنصيحه لازم دايما تكتب ايه؟ تكتب القانون بالشكل ده طيب يبقى اذا عندي ار بيساوي ايه دلوقتي؟ ار هيساوي ماينس دلتا 1 او على دلتا 1 1 يبقى ار بيساوي هيطلع 19.62 طن طيب لحد هنا كده جبنا الـ R نقدر بقى نرسم الـ إيه؟ الـ M final تعال نرسم الـ M final الـ M final رجع بقى الـ Link member مكانه جمع بقى يبقى M final بيساوي M final هيساوي M نود زائد R في M1 جمع بقى الشكلين دول مع بعض هتلاقي دي أول حاجة في الحتة بتاعت 78 دي ما عندهاش أي حاجة ليه؟ لأنها جاية من الديترمنت ريأكشن الريأكشن ديترمنت هنا ما اتغيرش صح؟ فبالتالي عشان كده الحتة دي الحتة دي ما اتغيرتش ما ترسمليش البارابولا على الشكل لأن أنا لسه هحتاج الشكل ده تاني عشان أجيب الـ VC فبرضه خليه مفصول ماشي؟ هتطلع دي كام هنا؟ 4.5 هتيجي بقى بعد كده عندي ال 120 هقول 120 ناقص
ليه ناقص؟ لان الستة عكسها. ناقص الستة مضروبة في 19.62 هيطلع الرقم دوت 2.28. هيطلع هنا 2.28. برضو ما زال عندي برابلة هنا اللي هي كام؟ 4.5. نفس الكلام برضو بالنسبة لل 36 هي ما اتغيرتش لانها بجمعها على صفر، يبقى عندي دي اللي هي 9 مع 36، وفي الاخر عندي ال 108 بقى، ال 108 هتتغير، تبقى 108 ناقص 6 في 19 6 في 19.62 هيدفع الرقم دوت 9.72 وهيقلب بقى 9.72، مع ان هيقلب ان 6 في 19 تبقى اكتر من 108. طيب وبعد كده طبعا هيثبت بقى 9.72 كده 9.72 بالشكل ده، وهتلاقي ان الاكشن اللي كنا جبناه هنا 2 اللي هو هيديك هنا كام؟ هيديك هنا 12 لسه ايه؟ لسه زي ما هو، لان ده جاي من 2 وال 8 دول او من ال 2 دي اللي هي ما اتغيرتش لان دي ديترمنت ب 12. تاكد ازاي بقى انك صح؟ 2.82 دي اصلا اللي هي على الرجل دي بتلف ازاي؟ بتلف كده، و 9.72 بتلف كده، و 12 دي بتلف، ال 12 دي هتلف كده ودي هتلف كده. تمام تمام تمام. يبقى اذا دي 2.28 ودي 9.72 بيلفوا مع بعض مجموعهم 12، وال 12 دي عكسه، يبقى كده انت ايه الحل بتاعك مظبوط. طيب انا عايز اعمل ايه بقى؟ الفكره اصلا في المساله كلها ان انا عايز اجيب بي سي. طب اجيب بي سي ازاي بقى؟ هروح ارسم الشكل ده تاني زي ما هو كده بالظبط. ايه واعمل ايه بقى عشان اجيب بي سي هنا؟ ده كده اسمه ام كابيتال 1 او خليه مثلا ام سمول عشان يختلف عن الام سمول ده. الام ده ام 1 ده. الهدف بقى عند الام 1 ده دي فيرتشوال ورك بقى. فيرتشوال ورك دلوقتي انت معاك مومنت ومعاك ستراكشر عارف له المومنت بتاعه وعايز تجيب له ايه دلوقتي؟ عايز تجيب له الام 1 ماشي كده؟ طيب هنعمل ايه عشان نجيب الام 1؟ حط واحد عشان نجيب سميها ام بي سي. ام بي سي ان انا عايز التارجت هنا ان احط واحد طن عشان اجيب الفيديو. انا عارف ان هي تقريبا هتنزل تحت، وحط هنا ايه؟ واحد طن. واحطه في مين سيستم اللي هو ما انا هقول لك، ما انا جاي لك في السكه اهو. استنى اصلا. طب ده اند ترمن اصلا. ده اند ترمن هرسم له المومنت ازاي؟ صح؟ ما اعرفش ارسم ده المومنت. لو انا عايز ارسم ده المومنت المفروض اني راح حل مساله كمان ايه؟ كونسيستنت ديفورميشن تاني، يعني حل مساله ان ديترمنت تاني، صح كده؟ اكيد انا مش هعمل كده، لان انا كده اعتبر انا بحل المساله مرتين. عشان اجيب الواحد طن ده على السيستم دوت محتاج اقطع بقى في اللينك ممبر واروح احلها ان ديترمنت واجيب الار جديده في اللينك ممبر دوت. لا، في بقى نظريه بتقول ان انت لو انت عايز تجيب الفي سي بالشكل دوت انت ممكن تحط الواحد طن على ايه بقى؟ على المين سيستم. دي اسمها ريدكشن سيل. طب هو الحل اللي انا قلته من شويه غلط؟ لا صح، بس هيطلع نفس الاجابه. هيطلع نفس الاجابه، يعني لو كنت حليت بوجود اللينك ممبر وحطيت واحد طن عليه ورحت هتلاقي كونسيستنت انفورميشن وجبت الفورس باللينك ممبر كانت هتديك نفس الاجابه بالظبط. لو كنت ايه؟ لو كنت عملت الايه؟ المين سيستم بالشكل ده وحطيت الواحد طن على المين سيستم. هتحط الواحد طن على المين سيستم هيديك ده نص مش محتاج الرياكشن اصلا، وده نص، وده هيطلع ايه؟ زيرو. تيجي ترسم هنا مفيش مومنت وهنا مفيش مومنت، يبقى كل اللي هيطلع هنا ايه؟ بي ال على 4. انت هنا حاطط 1 طن يبقى 1 في 6 على ال 4 اللي هو كام بقى؟ 1 في 12 على 4 سوري 1 في 12 على 4 اللي هي كام؟ 3. يبقى المومنت هنا كام بقى في الحته دي؟ المومنت هنا 3. نتيجه ان انت حطيت 1 طن هنا على ايه؟ على المين سيستم. فين المين سيستم؟ اللي هو ده ماشي كده؟ بس لو استخدمت المومنت اللي هنا ده يبقى انت بتجيب الفور بتجيب الديفورميشن اللي في المين سيستم من غير لينك ممبر. لو انت عايز تجيب الديفورميشن اللي في الفاينل سيستم اللي هو بوجود اللينك ممبر تستخدم المومنت ده. فاهم قصدي؟ يعني لو كملت ده مع ده هيديك الديفورميشن اللي حصل هنا. انا مش عايز دي، انا عايز اللي حصل في الاستراكشر الاصلي اللي هو فيه اللينك ممبر نفسه.
طيب هكمل دي ازاي بقى؟ على فكره هكمل الحته دي سهله قوي، لان انت تقريبا انت ما عندكش غير مثلث مع مثلث وترابيزوبل مع مثلث وبارابولا مع مثلثين. ازاي بقى نقولها هنا؟ يبقى انا عندي واحد، خلي بالك بقى الحته دي كلها اصلا اربعه اربعه اي ار، فممكن اقسم هنا على كام؟ على 80,000. هنا على 80,000 كامل بقى عندك مثلث مع مثلث هناك، يبقى عندك 6 على 6 6 على 6 في 3 في 78 في 2 زائد هات بقى من هناك، سيب البارابولا هنضربهم في 2 لان هي متماسكه، هات بس الترابيزويدال مع المثلث ده، يبقى عندي زائد 6 على 6 هات 3 78 زي دي بالظبط، 3 78 في 2 زائد 3 في كام؟ 2.28 في 2.28 بالظبط كده. في حاجه ثانيه؟ مفيش. في بقى بارابولا مع مثلث متكرره مرتين، يبقى عندي كام؟ يبقى عندي 3 4 ونص في 6 في كام؟ 1 ونص. المسافه دي اللي هي 1 ونص كل ده في 2. الكلام ده يديك بي سي هيطلع معاك كنت او 124 كنت او 124 متر، وطبعا هينفع لايه؟ اتجاهه تحت. كويس قوي انك تبقى فاهم وانت بتحل الديفورميشن ده اتجاهه ازاي، عارف ان ليك نمبر مجهود مش بتاعك الامتحان، يعني مش كفايه ان الرقم اصلا انت ما شاك عمرك ما اصلا ما تعرف تشاك على الرقم، بس كفايه انك طلع موجب فرفعت شويه. الفاينل ده التشيك بتاع الالتزام الجوينتس هيطلع صح لو انا خدت صح على طول، ولا ممكن لو انا مطلع اي رقم لا ممكن انت تجيب الارض غلط ويطلع صح ما هو هيطلع صح عشان ده صح، فاهم قصدي؟ لا انا ما بقولكش يعني هو التشيك مش بيقول انك حاجه صح 100%، على فكره تدخل الامتحان ده تقريبا بتبقى قلقان جدا في الغالب، بتبقى قلقان لان انت عملت حسابات كتير قوي اللي هي بص كل الحسابات دي ما لهاش حل خالص غير انك حالي كتير لوحدك. هو بيصلحه ازاي بقى؟ ايه؟ بيصلحه ازاي؟ هقول لك بالامانه بيصلحه ازاي. بص ده وده بيبقى عليهم يعني عشان خاطر ما الطلبه ما تضايقش بيبقى عليهم ويت محترم. هو لو قال غلط يعني مثلا يضمن لك 50% من ان انت لو عامل التو مومنت دول صح. يعني يضمن على الاقل انك هتنجح. هو قال لو غلط ايوه انا قصدي بقى 50 بقى يا عفان الانسب بس. بالظبط. ما هو ما 50 على ولا حاجه، ما انت ما عملتش حاجه على فكره، بس انا هقول لك ده اصل مستحيل انا ما اغلطش في الحاجات دي. ما انا بقول لك بقى ما هو عشان كده نجحك هنا خلاص، انت عملت دور صح. هي المشكله بقى ايه؟ ان لو شاف دور غلط بيشطب على مستوى يكتب زيرو. فاهم؟ انا كنت بكتب 2 3 1 عشان ايه؟ اثبت بس ان نجيت. فاهم؟ هي المفروض تبقى صفر يعني. فما فيهاش حل يا جماعه خالص غير انك تحل كتير. يعني دي في ايدك. المساله دي زي ما قلت لكم كده من غير الممبر ده هي دي تربو. احيانا بيبقى بتعمل تراس مصنع او حاجه او بتعمل زي في شفت انت مثلا في بنزينة بيعمل تندا عشان يعمل زي هنا زي المكان ده عايز يبقى فيه ظل شويه. دي اعتبرها كانها زي تندا كده بتعمل ظل. فاللي حصل انه ممكن يكون المصمم اللي بيصمم لقى ان الديفليكشن هنا كبير قوي. فهو عايز يعمل ايه؟ عايز يقلل الديفليكشن. فراح زاد الممبر سحب زي تاي هنا مشدود هيبقى مشدود الممبر دوت يحاول يعمل ايه؟ يقلل الديفورميشن او الديفليكشن بتاع التراس ده لتحت. بس خلاها ستراكشر ايه؟ انديتر مش مشكله لان احنا ما حدش بيحل حاجه بايده، الكمبيوتر بيحل كل حاجه. احنا بس بناخد العلم عشان ايه؟ عشان نبقى عارفين الكمبيوتر ده بايه بيعمل ايه، ما نبقاش بنحل كده وخلاص. ف اللي احنا هنعمله دلوقتي حاجه بسيطه جدا، ان احنا هنعمل ايه بقى؟ هنقوم قاطعين اللينك ممبر ده، فاكن هنا كان في ار واحنا خليناه بكام؟ خليناه بزيرو، وده هيبقى اسمه بقى مش ام بقى، هيبقى اسمه ان نوت. ماشي؟ هيبقى اسمه ان نوت. بص بقى التراس زي ما قلت لكم كده بتجيب الممبر من غير اي حسابات على طول. 2 ودي زوايا 45 يبقى ده كام؟ يبقى ده طالع لفوق 2 ايه؟ على جذر 2. 2 لا جذر 2. جذر 2 اه.
ما انت لما تحلله هتضرب هتقسم على جذر 2 يعني 2 على جذر 2 جذر 2 هتضربه في على جذر 2 يبقى 2 لما تيجي تحلله تاني يرجع 2 هيزق كده يبقى الممبر ده ايه؟ يحاول ايه؟ يحاول ايه؟ يعكسه فيبقى دي كام؟ يبقى دي 2 برضه فبالتالي يبقى ده كام هنا؟ يبقى ده 2 فبالتالي يبقى ده كام؟ لا لا مش للدرجه دي كده بس لا هو 2 لحد هنا بس خلينا بقى الحته دي هنشوفها دلوقتي هنعملها ازاي بس خلينا نخلص خلينا نخلص الاول ده زيرو ممبر طبعا واضح قوي ودي 4 تمام؟ طيب تعال نشوف بقى الرأس بقى 2 لما تحليها كده تطلع 2 وفي 4 تحت يبقى دي 6 جذر 2 اهي خدت بالك عامل ايه؟ يعني دول دول نازلين تحت 6 رحت انا حطيت لهم 6 جذر 2 هنا على الدايمنت عشان يتزنوا مع بعض دي 6 جذر 2 ولما تحللها هنا يطلع كام هنا؟ 6 يعني 6 وفي 4 يبقى ده 10 وايه عكسهم؟ يبقى ده كام؟ 6 10 جذر 2 10 ده واحد وده هيتحل ب 2 وده هيتحل ب 6 تمام كده؟ لا المجموع كده كام؟ ايه 5 ليه؟ 2 1 3 6 9 يبقى ده كام هنا؟ 9 وال 9 دي تعمل ايه؟ شد تعمل عكسهم شكل 9 دي شكل طبعا كان واضح يعني انت بص عامل كده الممبر اللي فوق اتشد واللي تحت اتطرد. طيب بص بقى عندك هنا 2 وعندك 6 وعندك كام هنا؟ 10 كلهم ايه؟ نفس الاتجاه كلهم في نفس الاتجاه مجموعهم كام دول؟ 18 2 لا خلي بالك تمام صح 18 يبقى بالظبط يبقى هنا كام؟ يبقى هنا 18 كلهم جايين كده يبقى 18 تعمل ضغط كده بالشكل ده حط بقى الرياكشن يبقى الرياكشن ده كام؟ 18 از تشيك انت كده بتشيك على نفسك والرياكشن ده كام؟ 9 صح؟ لا لا مش 9 لا لا في 10 جاز 2 يبقى 19 بالظبط انا شكيت في نفسي ما هما النيت وقت يعني فاهم قصدي انا شكيت في نفسي يعني في فعلا 10 هنا مع ال 9 مجموعهم 19 18 وال 19 النيت بتاعهم واحد كده عشان كده ايه في واحد في الاستراكشر كده يعني حاجه تاكد لك انك تقريبا السيريز اللي انت مشيتها كل اللي انت عملته ده مظبوط يعني في الاخر قفلت صح في الاخر قفلت صح طبعا الفيرتيكال لو جيت تعمل الفيرتيكال 10 جاز 2 هيطلع هنا كام؟ 10 اللي هو مجموع 4 4 و2 فده لازم تشيك على نفسك لو مشيت من وان سايد طيب لحد كده احنا عملنا الايه؟ الان نود تعالى بقى نعمل ايه؟ الان 1 حط ايه بقى هنا؟ نيجي انهم عاملين هنا واحد كام مش مشكلة ده جاي في مثلث سخيف بس بسيط امرها سهل هو المطلوب ايه اصلا؟ امرها سهل المطلوب؟ سالفة الاند تيرم لا يعني مش مطلوب مش مطلوب لا مش مطلوب حاجة لا 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 مطلوب ان فاينل اجيب الفاينل فورس في التراس مش مطلوب نتيجة احمال نتيجة احمال انا حطيتها المثلث ده سخيف شوية لان هو ده مثلث كام بقى؟ ده مثلث 6 3 دايما المثلث 6 3 ده بيبقى الساين بتاعته انت عارف 1 على جذر 5 والكوزاين 2 على جذر 5 وطول الممبر ده هيبقى جذر 45 اللي هو 3 تربيع 9 و6 ب 36 جذر 6 30 زائد 9 اللي هو جذر 45 انا مش محتاج منه حاجه خالص غير طوله والزوايا بتاعت ميل بتاعته عشان احلل الواحد بس الواحد بقى هحاول احلله وامسحه عشان ما يلخبطنيش حاول احلله وامسحه على طول المسح ماشي اوكي مش مشكله ما انا مش هنساه لان انا حاطط هنا واحد طن هنا برضه فوق فانا مش هنساه لان هو ده الممبر اللي هيفرق الوحيد ما بين دلتا 1 فوق دلتا 1 فوق ودلتا 1 واحد فانا مش هنساه انت تفكرني زي ما عملت في المثال كده هنا انا عندي واحد افقي افقي هتقوم عامل كده بالظبط بس حاول تخليها بره انت قلت الكوزاين كام؟ 2 على جذر وانا بحللها افقي وراس يبقى دي 2 على جذر مظبوط 2 على جذر 5 انا فعلا معاك في الحل كده 1 على جذر 5 مظبوط يا شمس يبقى دي 2 على جذر 5 و1 على جذر 5 تمام طيب عايز بقى اعمل الممبر دوت
يبقى عندي ده زيرو ممبر خلاص من هنا وده زيرو ممبر من هنا وفي اتنين زيرو ممبر من هنا ومن هنا. مش ايه؟ مش اللي تحت ده زيرو كمان؟ طبعا ده زيرو ممبر. ده بقى انت عندك ده ده مع ده. انت هنا ده بتحلله ب 45 يبقى ده بعد ما حلله كده المفروض ان هو يبقى جذر 2 على جذر 5 صح؟ جذر 2 على جذر 5 ده لما بقى اضربه في واحد على جذر 2 يطلع واحد على جذر 5 مظبوط كده؟ ما اصلا كنت هطلع لك حاجه غريبه لو جبت حلله كده ما كانش هيتجمع على ده. فلما تيجي تحلله بقى هنا جت في جذر واحد على جذر 2 يطلع واحد على جذر 5 ومعاك 2 على جذر 5 يبقى ده كام هنا؟ 3 على جذر 5 3 على جذر 5 يبقى ده كام هنا؟ 3 على جذر 5 وده 3 على جذر 5 يبقى هنا هشطب بقى هنا ال احاول بس اشيل ده كده من هنا وده برضه خلاص كده انا حللتهم عشان وانا بجمع بعد كده ما اغلطش. طيب هنا ده جذر 5 على 2 يبقى ده بالتالي لازم ده يكون زي ده بالظبط بس ايه؟ بس عكسه اللي هو كام؟ جذر 2 على جذر 5 ده وده ده بقى لما يتحل كده يبقى 1 على جذر 5 وده يتحل كده يبقى 1 على جذر 5 فبالتالي ده يجي كده اللي هو كام؟ 2 على جذر 5. لما تيجي بقى تجيب الرياكشن يبقى ده 2 على جذر 5 وده ده بقى هنا 1 على جذر 5 مع 2 على جذر 5 يبقى ده بيطلع كام هنا؟ 4 على جذر 5 يبقى ده 4 على جذر 5. الفرق بتاع دول هو 2 على جذر 5 اللي هو كان محطوط هنا في الاتجاه دوت. يبقى انا كده ايه؟ كده انا عملت مساله مظبوطه عشان اتاكد من الرياكشن. طبعا ده لو حللته هيطلع 1 على جذر 5 نازل تحت اللي هو كان 1 على جذر 5 اللي كان هنا. فكده يبقى معمول مثلا. طيب ما انساش ان هنا كان في واحد عشان اعمله وانا بعمل ان 1 يبقى هنا بقى عندي دلتا 1 او هيساوي تجميع ان نو ان 1 ال على ايه؟ على اي هاخد واحد على اي بره مشترك وابدا بقى اجمع الممبر دي. طبعا انا هاخد بس الممبر اللي موجوده عندي فهلاقي ده مع ده عكس بعض في الاشاره ماشي كده؟ يبقى ده سالب 6 جذر 2 مضروب في جذر 2 على جذر 5 الكلام ده كله مضروب في كام؟ 3 جذر 2 3 جذر 2 زائد اهي عندي ايه تاني؟ عندي ده هو مش محتاج اعمل لها جدول هم 4 منهم يعني ده جذر 2 على جذر 5 هي ناقص برضه ناقص لان هم عكس بعض ده عكس اللي هناك ده ف 10 جذر 2 الكلام ده كله في 3 ايه؟ جذر 3 جذر 2 ده هم كلهم عكس بعض ناقص كان ممكن اخد اشاره بره مشاره 9 في 3 على جذر 5 الكلام ده مضروب في كام؟ 3 في 2 ناقص في 2 بقى في 2 بقى بالظبط لان هم زي بعض. في اي حاجه تاني كده؟ تحت ده تحت ده ما خدناهوش صح؟ يبقى هنا زائد او ناقص ناقص 18 في 2 على جذر 5 الكلام ده كله مضروب في 3 كده كده انا خلصت ايه؟ دلتا 1 او دلتا 1 او هنا هتطلع حاجه بالسالب على ايه ايه؟ هتطلع بسالب 181 باشمهندس هو كاتب ايه ايه على ال از كونستنت فور اول ممبر ازاي يعني؟ انا مش فاهمه ايوه يعني هقرب لا هنا هنا مش مكتوب عندي هنا لا ده مكتوب ده في سؤال تاني مش مكتوب مش 25 لا لا مش كل مش لا لا 25 مش 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 تبع الممبر اللي تحت اي اي على ال از كونستنت فور اول ممبر ب 25 سي 25 دي ماشي؟ لا احنا بنحلها عادي باشمهندس هو انا هنا الوقت الطن اللي انا حطيتها في الدرج ارضي دي اعتبرتها كده اكسترنال فورس يعني اكسترنال اه بالنسبه لباك اكسترنال انا قطعت بقى خلاص واحد ده يعني بعد ما قطعت خلاص بقى ده الواحد اكسترنال اكنه لود اكسترنال على المساله دي. دلتا 1 1 بقى هتساوي ايه هنا دلتا 1 1؟ دلتا 1 1 هتساوي برضه واحد على اي ايه اخد بقى كل ممبر في نفسه في الطول فلاقي 3 على جذر 5 متكرره يبقى تربيع هنا بضربها في نفسها في طولها 3 في 2 لان انا كده خدت ده وده والاقي جذر 2 على جذر 5 برضه نفس الحكايه جذر 2 على جذر 5 تربيع بكام؟ 3 جذر 2 3 جذر 2 في 2 باشمهندس في 2 ولا في 4؟ 3 سكوير لا مش 4 لا ده في نفسه في الطول
3 في 2 لا صح كده ده في نفسه في الطول 3 جذر 2 في 2 صح مش ناقص بقى زائد 2 على جذر 5 في 3 في 2 صح في واحد انا لسه ما عملتوش اوعى تنسوه عشان ده اهم واحد اللي هو زائد 1 واحد في الطول كام جذر 45 اللي هو الممبر ده اللي انت حاطط فيه واحد طن ده لان هو ما بيظهرش غير في الايه دلتا 1 1 هتطلع من هنا دلتا 1 1 بتساوي كام بقى هتساوي رقم اكيد موجب على اي ايه بتطلع ب 23.3 يبقى اكيد اللود مش واحد طن ضغط يعني عشان يبقى واحد طن كان اضمن لي ان الرقم ده يطلع زي ده يبقى ده 181 زي ده لو كان ده زي ده يبقى ده المجموع صفر لو المجموع مش هو اخر حاجه دي 2 على جذر 5 في 3 2 دي جت ايه؟ ده مع نفسه يبقى تربيع صح؟ تعرف كده؟ مفيش اثنين اصلا مفيش اثنين مفيش اثنين هو ولا بس صح؟ انا تقريبا عملت زي ده يبقى 2 على جذر 5 مع نفسه في 3 ماشي يبقى عندي بقى ار بيساوي ماينس دلتا 1 او على دلتا 1 1 هيطلع الار عندي ب 7.76 طب يبقى اذا بقى عندي ان فاينل هيساوي ان نود زائد ار في ان 1 تمام كده تمسك بقى كل ممبر تجمعه على الممبر اللي هنا مثلا انا عندي هنا 4 ممبر يعني لو جيت ارسم هنا الان فاينل الاقي ان انا عندي دول ما اتغيروش الاربعه دول ده وده وده فده هيبقى زي ما هو 2 جذر 2 وده 2 وده 2 واللي في النص ده زي ما هو 4 ليه؟ لان دول ما اعتمدوش تقريبا على الحته اللي فيها التأثير ده بدأ يسمع في الحتة دي، بدأ يخش في الحتة دي فهتلاقي بقى عندك هنا باقي الفورسز عندك تقدر تعملهم. حقيقة أنا ما عملتهمش. بس بقولها سوا كده لو أنا عايز أجيب الفورس في الممبر ده هتبقى كام؟ 9 ناقص 3 على جذر 5 مضروبة في كام؟ 7.76 لو عايز أجيب الممبر دوت بالظبط نفسه بالظبط يعني زي الممبر ده بالظبط لان هي نفس الفورسز اللي هنا زي الفورسز اللي هنا والفيرتيكال من هنا لو عايز اجيب الفيرتيكال ده اكيد مش هيتضرب هيفضل زيرو ممبر لازم ممبر مش هيتضرب خالص لو حبيت بقى اجيب الفورس في الممبر دوت هقول هي تبع هتبقى كده على اساس ان انا هاخد الريفرنس هو 6 جذر 2 ناقص الفورس اللي هنا اللي هي جذر 2 على جذر 5 مضروبه بكام؟ 7.76 لو عايز اجيب الفورس مثلا اللي في الممبر دوت هتبقى عندي هي اتجاهها كده هتبقى 18 ناقص كام؟ 2 على جذر 5 2 على جذر 5 7.76 الكلام مضروب في كام؟ 7.76 7.76 الممبر المره دي 10 جذر 2 هيبقى 10 جذر 2 ناقص كام بقى هنا؟ جذر 2 جذر 2 على جذر 5 7.76 هتلاقي نفسك كده ايه؟ خلصتهم كلهم